نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين دايما بنبدأ أولى فقراتنا مع زميلتنا منى الشرقاوي عشان نعرف منها أحوال الطقس. صباح الخير يا منى. صباح الفل عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا جمانة. قبل أحوال الطقس عاوزين نعرف حطيتي أهداف لخطة أو خطة في السنة الجديدة لأهدافك؟ أنا كلي ولا أهداف على البركة كده؟ أنا كلي أبص أنا الأهداف والأهداف أنا ما تهزرش. بعيدا عن الاهداف اللي اتحطت بقى بتنفذيها؟ انا اصلا بمشي في نور الله يا جمانة، فقصه الاهداف دي يعني انت سايباها بالبركه. اه طبعا طبعا، كل يوم عندي مستجدات وكل يوم عندنا طوارئ، فلا لا خالص ما بمشيش بالاهداف، بس هي ربنا بيسترها. طب بالنسبه للطقس منا في شبوره كثيفه. النهارده في اغلاق كمان لبعض الطرق يا جمانة، بس الجو اجمالا برضو النهارده كويس جدا. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة هيكون في استقرار في الأحوال الجوية، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون في شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي كمان نشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، وأقل درجة حرارة في كاترين 10 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا نستعرض سريعا مع بعض أحوال المرور. ظهرت معانا الخريطة دلوقتي، وهنبتدي نتكلم مع حضراتكم عن الطرق المغلقة. الإدارة العامة للمرور أعلنت غلق طريق أسيوط الغربي بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وده بسبب الشبورة. كمان الإدارة العامة للمرور بتهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور عشان تحافظ على سلامتهم. خلينا بقى نبتدي جولتنا مع بعض من القاهرة. احنا شايفين مع بعض نفق الأزهر، الخريطة كلها مكسوة باللون الأخضر. هنلاقي بعض الكثافات البسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، ونفس الأمر بتظهر بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للجاي من رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر من مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. هنلاقي كمان كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصورة لشارع غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. لو رحنا بقى وبصينا عند الأوتوستراد هنلاقي أعلى الأوتوستراد في كثافة مرورية نسبية، بتزيد طبعا بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، وكمان في بعض الكثافات البسيطة للمتجه لمنطقة بين الجبلين لغاية ما بنوصل لمنطقة 15 مايو بسبب زيادة النقل أو سيارات النقل العام. طريق القطامية القاهرة هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية البسيطة، لكن السيولة المرورية مسيطرة على الموضوع وبتظهر في مناطق زهراء المعادي مرورا بمنطقة صقر قريش. كمان هنلاقي محور الشهيد هنلاقي فيه سيولة مرورية وصولا للطريق الدائري. نروح نشوف الجيزة وتحديدا من شارع السودان، احنا شايفين في سيولة مرورية هنفضل ماشيين ومكملين لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة وتحديدا عند كلية الأثار. طبعا هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي هتزيد مع مرور الوقت في أوقات دخول الموظفين والطلبة، وفي الدقي بتشهد الطرق هناك كمان سيولة مرورية لغاية كوبري قصر النيل وميدان التحرير. هنلاقي بعض الكثافات بتظهر على محور صفت اللبن المتجه للطريق الدائري وصولا لشارع السودان، لكنها كثافات مرورية متحركة، ويفضل ان احنا نتوجه لمحور احمد عرابي للقادم من الدائري ورايح المهندسين او الدقي. لو بصينا بقى على كوبري عباس وكوبري الجامعة هنلاقي هناك بعض الكثافات اللي ظهرت بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات شارع النيل السياحي، وده بسبب أعمال الإنشاء ونفق ميدان النهضة. وعايزة أقول لحضراتكم إن مطلع الدائري للي جاي من المنيب مغلق لمدة 21 يوم، فات منهم 4 أيام بسبب أعمال التوسعة وسط تواجد للخدمات المرورية.
وصلنا اسكندرية ونروح مع بعض. احنا شايفين كثافات موجودة في منطقة المحيطة بكوبري ستانلي، اما باقي الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية. الكورنيش كله مكسو عندنا باللون الاخضر، لكن الطريق المؤدي للجامعة احنا شايفين فيه كثافات مرورية حديد طبعا مع مرور الوقت وساعات الذروة الصباحية وسط تواجد للخدمات المرورية المكثفة لتسهيل حركة سير الطريق ومنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية. نروح لأسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبتدي من ميدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملايكة ميخائيل ومنها لشارع كورنيش النيل. احنا شايفين سيولة مرورية على طول ما انت ماشي. هنلاحظ بطبيعة الحال بعض الكثافات المرورية الخفيفة عند منطقة الفنادق. بعد التمركز ده احنا شايفين الطريق ما فيهوش اي مشكلة وهنلاقي سيولة مرورية تامة. خلصنا كده استعراض مبدئي لأحوال الطقس وأحوال المرور في أماكن مختلفة. خلينا على طول نروح لأحمد والجمانة ونبتدي معاهم فقراتنا. اتفضل يا أحمد واتفضل يا جمانة. شكرا لك منا، شكرا جزيلا.